السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهتزت ولاية عين تيموشن صبيحة هذا اليوم الأربعاء على وقع خبر صادم وفجع لما راح ضحية أكثر من 15 شخص. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين تيموشن صبيحة اليوم الأربعاء وقوع حادث مروري خطير على مستوى مدخل شاطئ السبيعات إثر انقلاب حافلة كانت تقل 30 شخص قادمة من ولاية سيدي بلعباس كانوا كلهم في رحلة سياحية. الحادثة خلفت وفاة شخصين، الأول بعين المكان والثاني بمصلحة الاستعجالات بالعمرية، فيما تم تسجيل 15 مصابة منها حالات متفاوتة الخطورة رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان.